بسم الله الرحمن الرحيم. في سلسلة شروحات منهج مادة السي سي ان اي لطلاب كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة تكريت، وصلنا للمحاضرة اللي هي الـ40، اللي هي الترانسبورت لاير. الحديث عن الترانسبورت لاير يعني الحديث عن تو بروتوكولز اللي هم اهم بروتوكولين موجودين، اللي هو التي سي بي واليو دي بي. راح نتعرف اكثر، راح يعني ندخل مور ديتيلز عليهم. راح تتعرفون على يعني الوظائف لهذه لبروتوكول التي سي بي وبروتوكول اليو دي بي، وكذلك مفاهيم اخرى تساعدكم على فهم الشبكات بصوره ادق. الاوبجيكتيف اللي راح نحققه اكيد مقارنه الاوبريشنز اوف ترانسبورت لاير بروتوكول ان سبورت اند تو اند كوميونيكيشن، لان هم يوفروا لي اند تو اند كوميونيكيشن بالنسبه للتي سي بي. راح ناخذ ضمن الترانسبورتيشن اوف داتا، الغرض نشرح الغرض من الترانسبورت لاير، وان مانجنج ذا ترانسبورتيشن الترانسبورتيشن اوف داتا ان اند تو اند كوميونيكيشن. كذلك التي سي بي اوفر فيو، ناخذ الكاركترستيك الخاص بالتي سي بي خصائصه، اليو دي بي كذلك الكاركترستكس الخاص بي، والبورت نمبرز. راح نتعرف عن التي سي بي واليو دي بي يوز بورت نمبر، والتي سي بي كوميونيكيشن بروسيس اكو، او تي سي بي سيشن استابليشمنت اند تيرمينيشن بروسيس. كذلك الريلايبيلتي اند فلو كنترول اللي يتميز بها التي سي بي بروتوكول، الجارانتي ديليفري اللي يمنحها، والاكنولوجمنت. اليو دي بي كوميونيكيشن يقارن الاوبريشن اوف ترانسبورت لاير بروتوكول ان سبورتنج اند تو اند كوميونيكيشن. اليو دي بي يتقارن مع التي سي بي. طبعا مثل ما تلاحظون طلاب، موضوعنا للترانسبورتيشن اوف داتا، كيف يتم نقل الداتا. هنايا الرول اوف ذا ترانسبورت لاير، اكو قواعد للترانسبورت لاير. سبق واحنا تحدثنا عن الستاندرد، مثل ما الصناعات اكو ستاندردز. احنا ليش نتعرف على الستاندرد؟ ليش ندرس الستاندرد؟ ليش دائما بالشبكات يقولون لنا احنا لازم ناخذ الستاندردز؟ ليش؟ لان وراح ناخذ الاي تي يو، وناخذ بال 5 جي، ال 3 جي بي بي، واللي هي اصلا هذه كلها عباره عن اورجنايزيشن، وكذلك اكو عندي ستاندردز. الستاندردز هو يساعدنا بايش؟ هو يساعدنا بوضع خريطه، يعني بحيث انه انت لما تريد تنشئ منتج لازم يخضع لهذا الستاندرد حتى تصير توافقيه في ايش؟ في الاجهزه، يعني بحيث كومباتبل، ما نواجه مشكله بالكومباتبل لما نرتبط. ودائما احنا نضرب مثل بشركه هواوي او نظام التشغيل الاندرويد مع نظام التشغيل الاي او اس الخاصه بابل. كنا ابل عندها مثلا البلوتوث مالتها ما يخضع للستاندر، لذلك البلوتوث فقط انه يتعامل مع اجهزه ابل. اما البلوتوث اللي موجود عندي اني بالاندرويد باجهزه الاندرويد لا، يتعامل مع الحاسوب على اختلاف انواع انظمه التشغيل، فقط مع ابل ما يتوافق. اذا هذا هو المقصود بالستاندر. كذلك اكو رول عندي بالترانسبورت لاير، مثل ما تلاحظون هنا التي سي بي اي بي موديل والتي سي بي اي بي، كيف تتم عمليات الكوميونيكيت، عمليات بالديكابسوليت وبالانكابسوليت. هنا يقول لي ترانسبورت لاير تسوي موفز للداتا بين الابلكيشن على الديفايس ان ذا نتورك. اذا نقل البيانات بين التطبيقات، البيانات اللي تنتقل عندك انت واتساب والصاحبك اللي تتراسل وياه عنده واتساب، من اللي يقوم بنقل الداتا بتوين ابلكيشن على الاجهزه بالنتورك؟ من اللي يقوم؟ هو الترانسبورت لاير. وهنا ينطيك بالنسبه للفويب، بالنسبه للكونفرنس تليبرنس، بالنسبه للكمبيوتر، بالنسبه للفون سمارت فون. الترانسبورت لاير از ريسبونسبل فور لوجيكال كوميونيكيشن بتوين ابلكيشن رانينج اون ديفرنت هوستس. اذا هي مسؤوله عن اللوجيكال، انتبهوا، لوجيكال كوميونيكيشنز بتوين ابلكيشنز رانينج اون ديفرنت هوستس. اللينك بتوين ابلكيشن لاير اند lower لايرز ذات ار ريسبونسبل فور ذا نتورك ترانسميشن. كذلك هي اللينك بين الابلكيشن لاير وبين الطبقات الادنى اللي متمثله بالانترنت لاير والنتورك اكسس. هذه بالنسبه للتي سي بي اي بي موديل.
الترانسبورت لاير ريسبونسبيلتيز شنو مثل ما تلاحظون ان احنا حاسوب ممكن يتعامل مع الفيديو، يعني ممكن ان يتصفح على اليوتيوب او ستريمينج فيديو كونفرنس، ممكن اونلاين فيديو شاتنج اللي هو الكونفرنس اونلاين، مثل مالتيبل ويب بيج يفتح اكثر من صفحه، ومثل انستنت مسجنج يعني رسائل اللي هي موجوده على الماسنجر او يرسل ايميل. هذه رسائل مختلفه، باعوا بيانات مختلفه، هذه تحتاج الى تعقيد بعمليات شنو بالريسبونسابيلتيز، يعني من المسؤول عن هذه الديفرنت داتا ديفرنت سيرفيسز. هنا يعطيك مجموعه من الباكيتات اللي متولده من مجموعه من السيرفيسز اللي استعرضناها قبل قليل. يقول لي هنا اكو شيء اسمه سيجمنتيشن واكو شيء اسمه مالتي بلاكسنج. السيجمنتيشن هو وظيفته بالديتا ترانسبورتس باي لوا نتورك لايرز، والسيجمنتيشن يسمح للكونفرزيشن ان تصير عباره عن مالتي بلاكسنج. Multiple application can use the network at the same time. يعني هذا هي سبق وأن تحدثنا عن هذا المفهوم في المحاضرات الأولى، قلنا هذا segmentation هو اللي يخلي more application يعني يتعامل مع شنو more application dealing with the يعني أو اليوزر يتعامل مع أكثر من application الشبكة. يقول لي الترانسبورت لاير has the following responsibilities. وظائف التي سي بي، وظائف العفو الترانسبورت لاير شنو وظائفها؟ من الوظائف انت تقدر تفهم يعني الشبكه مالتك اللي موجوده عندك. التراكنج للانديفيدوال كونفرزيشن، عمليات التراكنج للمحادثات من اللي يقوم بها؟ الانديفيدوال كونفرزيشن من اللي يقوم بها؟ يقوم بها الترانسبورت لاير. والري اسامبلينج سيجمنت، من اللي يقوم بتجزئه البيانات حتى يرسلها على شكل سيجمنتات بي سيز قطع على الشبكه، بحيث ما تكون هي بيج وتسوي شنو وتسوي يعني اشغال للباس اشغال للميديا. من اللي يقوم بعمليه السيجمنتيشن؟ يقسم البيانات ويعيد تجميعها بالديستنيشن، السورس يقسمها وبالديستنيشن يسوي لها اعاده تجميع. الترانسبورت لاير add header information، من اللي يقوم اضافه التي سي بي او اليو دي بي، كنا يضاف الهيدر هنا. كذلك الترانسبورت لاير identify separates manage multiple conversation، من اللي يقوم بها؟ الترانسبورت لاير. استخدام السيجمنتيشن والمالتي بلكسنج to enable different communication conversation to be interleaved on the same network، يعني من اللي يقوم بعملية السيجمنتيشن؟ استخدم السيجمنتيشن والمالتيبلاكسينج حتى يمكن لي من أكثر من محادثة أن تتم على الشبكة. واضح؟ ما تكون محادثة واحدة والبقية بانتظار. من اللي يقوم بها؟ هو الترانسبورت لاير. إذن الترانسبورت لاير مهم جدا. شنو الاي بي، شنو البروتوكولز اللي يتعامل وياها الترانسبورت لاير؟ مثل ما تشوفون التي سي بي واليو دي بي. التي سي بي واليو دي بي. التي سي بي يتعامل مع الاي اف تي بي، يتعامل مع الاي اتش تي تي بي، يعني يتعامل مع هذا الفايل سيرفر، يتعامل مع الويب سيرفر، يتعامل مع الايميل سيرفر، ويتعامل مع الدي ان اس سيرفر. بينما اليو دي بي، اليو دي بي يتعامل مع شنو؟ اليو دي بي فقط يتعامل مع الدي ان اس سيرفر ويتعامل مع التي اف تي بي سيرفر. واضح؟ انتبهوا. بينما الاي بي لا، الاي بي كل البيانات تحمل على الاي بي، لان الاي بي يحمل الديتا اذا كانت على اليو دي بي او اذا كانت على التي سي بي. بينما الاي بي وين يتقسم؟ ممكن يكون على لان كونكشن وممكن يكون على الوان كونكشنز. هذا يعني حديث، من اللي يحددها؟ النيتورك اكسس، نيتورك اكسس. لكن هذا مخطط مهم جدا، يعطيك يعني لوجيك دايجرام بالنسبة للتي سي بي وكذلك الانترنت والنتورك اكسس والابليكيشن as upper layers. الاي بي does not specify how the delivery or transportation of the packet take place، يعني هو الاي بي ما له علاقة الباكيت وصلت او ما وصلت، ما له علاقة. الترانسبورت لاير بروتوكول how to transfer message between the host
and responsible for managing reliability requirement of the conversation. يعني الترانسبورت لاير هو اللي يقوم بهذه عمليه اداره نقل الرسائل او البيانات بين الاجهزه، ومسؤول عن اداره الريلايبلتي ريكوايرمنت للمحادثات. كذلك الترانسبورت لاير يتضمن التي سي بي واليو دي بي بروتوكولز. التي سي بي اللي هو ترانسميشن كنترول بروتوكول، مثل ما تلاحظون عندنا شبكه، هنا عندي مستخدم، خل نفترض انت اللي موجود بالبيت مرتبط براوتر ومجموعه من الراوترات خلف الكواليس، واكو انترنت سيرفر بروفايدر سيرفيس بروفايدر 1 و 2، وهنا اكو عندي سيرفرات من ضمنها سيرفر فارم يسموها مزرعه السيرفرات. هنا الفايل هو ارسل من السيرفر باستخدام الفايل ترانسفير بروتوكول ابلكيشن. التي سي بي تراك ذا كونفرزيشن وكذلك ديفايدز ذا داتا تو بي سنت into six segments. من اللي يقوم بعملية تراك وتقسيمها ومتابعتها هو التي سي بي. هنا يقول لي التي سي بي يوفر لي reliability وflow control، لذلك هو يسمونه connected أو connection oriented، مو connectionless مثل اليو دي بي. هذه هي الأسباب اللي خلته هو connection oriented، لأن التي سي بي وظائفه الأساسية شنو؟ Number and track data segment transmitted to a specific host from a specific application. تتبع وترقيم البيانات اللي تنتقل من جهاز ضمن specific application إلى جهاز ضمن specific application. Name. Acknowledge receive data. البيانات اللي تم تسليمها راح ترسل acknowledgement، يعني ترسل للسندر تقول له أني استلمت، تم استلامي من قبل الديستنيشن. من اللي يقوم بها؟ التي سي بي. ريترانسمت اني ان اكنولوجد داتا افتر سيرتن اماونت اوف تايم، بحاله انه البيانات ما حصلت على او اكنولوجمنت اشعار بالوصول راح يتم ارسالها. من اللي يقوم بها؟ هو التي سي بي. سيكونس داتا ذات مي ارايف ان رونج اوردر، يعني البيانات مو صار لها تقسيم، حتى لما انتصل بالديستنيشن يرتبها بناء على هذا النمبر 1 2 3، فما يصير احنا نرتب 3 1 2، لا، لازم 1 2 3 بالديستنيشن. اذا وصلت البيانات ما مرتبه السيجمنتات حتى فيقوم بعمليه الترتيب، وحتى تكون البيانات بالصوره الصحيحه اللي ارسلت بها. واضح؟ اذا عمليه السيكونس هو اللي يقوم بها. البيانات اللي ترسل سين داتا at efficient rate that is acceptable by receiver، يعني البيانات ترسل بطريقة كفوة أو بنسبة كفاءة تكون مقبولة بواسطة منه الريسيفر destination. إذا هذه هي الأسباب اللي خلت التي سي بي reliable. أما اليو دي بي هو يوفر لي basic function for delivering datagram، طبعا هنا نسميها datagram بالتي سي بي احنا نقول عليها الداتا. اما دائما اليو دي بي يستخدمون داتا جرام بتوين ذا appropriate application with very little overhead on data checking، لان هو يوزر داتا جرام بروتوكول. مختصرا اليو دي بي هو كونكشن ليس بروتوكول، لان لا ما يسوي اكنولوج ولا يسوي تراكنج، والبيانات وصلت ولا ما وصلت هو غير مسؤول عنها، ما راح يدز اكنولوجمنت. قلنا دائما التي سي بي يترك جزء من الباندويث حتى يدز اكنولوجمنت، يعني ما يستهلك كل الباندويث عكس اليو دي بي. اليو دي بي يعرف كبيست فورت، يعني ما يوفر جهد على الشبكه. ليش؟ لان هو فقط يرسل البيانات delivery protocol because there is no acknowledgement. My does acknowledgement that the data is received at the destination. حتى يبين أن البيانات استلمت أو لا عند the destination. فهنا يجي يقول لي الفايل هو أرسل إلى السيرفر باستخدام ال travel file transfer protocol application. ال UDP راح يقسم البيانات إلى datagram، ذاك قسم إلى segment، وراح يرسلها باستخدام البيست فورد ديليفري، يعني فقط يرسلها وما راح يسأل عنها اذا استلمت او لا. هذا هو الفرق بيناتهم. هنا يجي يقول لي الرايت ترانسبورت لاير بروتوكول فور ذا رايت ابلكيشن. الرايت بروتوكول
للرايت ابلكيشن، البروتوكول نقدر نقوله المناسب للتطبيق المناسب ايش نقدر نسميه. يقول لي اليو دي بي هو دائما also used by the request and reply application where the data is minimal and retransmission can be done quickly. If it is important that all the data arrives and that it can be processed in its proper sequence, TCP is used as a transport protocol. يعني هنا يقول لي الأماكن اللي أقدر أنا أستخدم بها الـ UDP والأماكن الـ application اللي أقدر أنه أستخدم وياه الـ TCP. الـ UDP هنا يستخدم مع الـ VoIP لأن يحتاج باندويث عالية، الـ Voice، الـ IP تليفوني، والـ DNS Domain Name نستخدمهم هذولي. Required Protocol Properties هذه الـ Protocol خصائصه سريع، لو اوفر هيد ما راح، ما بي اكنولوجمنت، ما بي ريترانسمت، ما بي تراك، ما بي نمبر اند سو اون، ما يتطلب اكنولوجمنت. دو نوت ريسنت لوس ديتا، اذا فقدت بيانات هو ما راح يكون مسؤول عن ارسالها، فقط الطبقات العليا هي تكون يعني هي اللي تحير بها البيانات. الديليفر ديتا از ات از ارايفز، فقط انه يرسلها، ما مسؤول عنها. التي سي بي لا، يستخدم مع الايميل ويستخدم مع الويب سيرفر، الويب سيرفر التصفح والايميلات. ليش؟ لان موثوقه، تحتاج ريليبل اكنولجمنت داتا، بيانات لازم توصل بصوره صحيحه، يرسل البيانات المفقوده والديليفرز داتا ان سيكونسد اوردر. كانت مقسمه كداتا جرام، قلنا باليو دي بي قلنا داتا جرام تقسم، بالتي سي بي سيجمنت. إذا قسمها إلى 3 داتاجرام مثلاً الترانسبورت لير، ووصلت بالدستنيشن هي مرتبة 4 1 3، العفو 1 خلنا نقول أو 3 1 2، هيك وصلت، ما له علاقة اليو دي بي. بينما التي سي بي لا، يرتبها حتى يلومن يستلمها، يستلمها مرتبة الدستنيشن، هذا يسويها 1 2 3 مثل ما هي تقسمت وسوالها سيكونس نمبر ترتيب. الـ TCP Overview، وصلنا إلى موضوع الـ TCP Overview. شنو هو الـ TCP؟ يعني شنو اللي إحنا راح نستفاد من الـ TCP، أو شنو الـ Overview للـ TCP؟ نظرة عامة للـ TCP. الـ TCP Overview مثل ما تعرفون، يعني كبروتوكول هو قلنا ريليبل بروتوكول، هذه حكينا عنها، نمبر وتراك، يعني يعني خلينا نقول هو يسوي نمبر، يخلي سيكونس وتراك، يسوي ريسنت للديتا اذا صار عليها لوست. شنو التي سي بي فيتشر؟ اولا استابليش السيشن، استابليش او استابليش السيشن، و ensure reliable delivery. اولا هو اللي يسوي السيشن، يسموها 3 هاند شيك، يتاكد انه اكو سيشن بين السورس والديستنيشن، يلا يصير كوميونيكيت. يتاكد من الريليبل ديليفري، كيف؟ من خلال الاكنولجمنت. يوفر لي سيم اوردر ديليفري، ليش؟ لان اذا تقسمت البيانات راح يرتبها سيم اوردر. ويدعم الفلو كنترول، هذه هي الفيتشر مال من، هذه هي الفيتشر مال التي سي بي. كيف establish a session؟ الـ TCP هو connection oriented protocol that negotiates and establish a permanent connection، يعني ينشئ لي session connection دائم بين source with destination device to forwarding any traffic. هذه أول وظيفة، يضمن for many reasons responsible for a signal to become corrupt or lost completely as it is transmitted off the network. يقول ممكن البيانات أن يصير لها corrupt، يعني تفقد أو يصير عليها دمج عطب. التي سي بي راح يتأكد بأن كل segment هي أرسلت من السورس ووصلت إلى الديستنيشن، لذلك يعتبر reliable موثوق. same order delivery، ممكن البيانات ان تصل بترتيبات مختلفه، لان احنا عندنا باكيت سويتش مو سيركت سويتش. باكيت سويتش يعني ما نتراك بين السورس والديستنيشن، اكو اكثر من باث، فممكن كل سيجمنت تاخذ باث
توصل بطرق مختلفة يعني. Because a network may provide multiple routes that can have different transmission rates, data can arrive in the wrong order. من اللي يقوم بعملية الـ same order؟ الها الـ TCP. Support الـ flow control، يقوم بسبورت للـ flow control. الـ network host يمتلك limited resources. Limited resources يدعم الـ flow control، بس يدعمها. النيتورك كوست دائما تمتلك ليميتد ريسورسز، يعني حاسوبك، جهاز الجهاز يعني ميموري، يعني على احنا نقول عليه يعني ليميتد، او اي نعم ليميتد. التي سي بي شنو از اوير ذات ذيس ريسورسز ار اوفر تاكسد. It can request that the sending application reduce the rate of the data flow. يعني هو يتحكم بناء على resources مالتك للبيانات اللي تصل لل destination. إذا كانت destination مواصفاته مو مثل السورس، هو راح يتحكم بالflow control بحيث تكون متوافقة مع resources مالتك، حتى ما يحدث عندي شنو، ما يحدث عندي يعني overload عالي. TCP هدا، هذه TCP هدا أكو source port، destination port، sequence number قلنا مبين اكو عندي لازم sequence حتى بحالة انه عندي البيانات تتقسم كل وحدة تاخذ sequence، acknowledgement number، عندي header length، عندي reserved، عندي control bits، عندي window، عندي checksum، عندي urgent، عندي options، وعندي application layer data size various. stateful protocol which mean it keeps a track of the state of communication session. ليش هو stateful؟ لان هو يسيطر على الكوميونيكيشن من source للديستنيشن، تتبعه، يرسل البيانات، فقدت يعيد ارسالها، وصلت لازم بصوره مرتبه، يتاكد انه كل بيانات انه من خلال الاكنولوجمنت تم استلامها. التي سي بي ريكوردز which information it has sent and which information has been acknowledged. لذلك انه هو يعتبر oriented. إذن TCP header fields هذه الـ port طبعاً، هذا 16 bits يستخدم لتحديد source application by port number. طبعاً TCP كذلك إنه transport layer بها الـ port number، مو فقط TCP والـ UDP، يتم تحديد الـ port من وين بالـ transport layer. كذلك destination port كذلك هو عبارة عن 16 bit يحدد الـ destination application by a port number. sequence number الداتا ريسامبلي بيربوس، لغرض انه اعاده تجميع البيانات بصوره بناء على السيكونس نمبر. اكنولوجمنت دائما تستخدم حتى تحدد البيانات هي استلمت من الـ يعني ارسل لما ارسلت من السورس استلمت من قبل الديستنيشن. الهيدا لينث فيلد هذا يعرف بالداتا اوف سيت، دائما يوضح اللينث اوف ذا تي سي بي سيجمنت. هذا الريزيرفد فيلد هو ريزيرفد فور فيوتشر يوزد. الكنترول بيتس يستخدم ليتضمن البيت كودز والفلاجز، هذه توضح الغرض والوظيفه من التي سي بي سيجمنت. الويندو سايز هو يتضمن يستخدم لتحديد عدد البايتات اللي ممكن ان اكسبتد ات وان تايم، هذا مهم جدا تقدر تسوون عليه ستدي دراسه. التشيك سام كذلك مهم، يحدد لي الايرور تشيكينج للسيجمنت، بحال صار خطا عندي بالتشيك سام يصير دروب عندي على البيانات. والارجنت هذا او الايجنت يعني احنا نقول عليه طارئ، يوضح لي اذا الكونتين داتا از اذا يعني الاولويه مالتها. هنا الابلكيشن اللي تستخدم التي سي بي عندك الاس اس اتش يعني السكيور الريموت اكسس باي ذا سكيور تانل، والاس ام تي بي، الاس ام تي بي يعني ايميل سيرفر، يعني هذا بروتوكول خاص بالايميل، هذا بروتوكول للفايل، هذا بروتوكول للبراوزر للتصفح. وكل هذه تلاحظون التي سي بي كل هذه تحمل على يحملها التي سي بي. التي سي بي وين يوقف؟ يوقف على الاي بي، يعني يحمل على الاي بي. التي سي بي هاندل اول تاسك الاسوسييتد وذ ذا ديفايدنج ذا داتا ستريم الى سيجمنتس، بروفايدنج ريلايبيليتي، controlling data flow و reordering segments. هذه هو اللي يقوم بها التي سي بي. طلاب وصلنا الى اليو دي بي overview، كل ما يخص محاضرتنا اليوم. شكرا جزيلا لاصغائكم.